شاركت أطفال مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا وبصريا بجلفاب في البطولة الوطنية للعدو الريفي التي جرت في بومرداس من 17 إلى 19 نوفمبر 2022. حصول فريقنا على المرتبة الثانية ذكور والمرتبة الثانية إناث حسب الفرق، وحصول العداء بن سعد فوزية على المرتبة الثانية نائبة بطل الجزائر، وتم استدعاء الفريق الوطني لذوي للصم لفريق صم. قالت لك انا خدمت قبل، كنت نخدم في الرياضه، نخدم تعبت قالت لك مع الاستاذ تاعي، وكنت حاسب الفرح، ومن بعد شكرا للاستاذ تاعي وديت المرتبه الاولى، ديت المرتبه الثانيه. قالت لك حسيت فرحه يعني كبيره، وحبيت يعني حسيت فرح انني شرفت الولايه نتاعي جلفه، وحاب نزيد نشرف الوطن تاعي الجزائر في البطوله العربيه ان شاء الله القادمه. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.